وما زلنا مواصلين مع ضيفتي أمل النوري. حلها ضحكتك. طبعا اللي ما شافوش بداية الحلقة تلقوها في قناتنا على اليوتيوب أو صفحتنا على الفيسبوك. أمل، نعم، حلعبك لعبة توا. الجواب حيكون بنعم أو لا، وطبعا عندك اليافطات قدامك، لو نعم لو لا كذا، ولو لو جوابك كان إيه صح، الجواب هذا صار، تقولي لي على الصح. تمام، جاهزة؟ نبدأ في الأسئلة. ناخذهم يعني؟ خديهم، إيه ما بتخليهم فوق الطاولة. حلوة. يلا بإجابات مختصرة. أمل النوري حبت تدير حياة وردة الجزائرية في عمل، ولكن عائلة الراحلة رفضت، صح أو لا؟ صح. قبل هي جت الفكرة إن أنا شفت حد في مصر كان بيدير سيرت حياتها في فيلم مش مسلسل، فأنا قلت خليني أنا من ليبيا نسبق الموضوع هذا، شفته في السوشيال ميديا طبعا، فراسلت حد منها هي إني أنا مثلا ناخذ الأغاني القديمة وندير كروما خلفية ورايا وندير الراحلة الله يرحمها، نبدا ناخذ مثلا هي شن تحكي لي بليغ، انا نجي مكان بليغ وتبدا تحكي لي، ندير جو يعني، فهمتي؟ فقالوا لا، لان نحن ما نبوش اي سيره ذاتيه للراحله ورده، نبوها تتميز بالموروث نتاعها اللي خلتها يعني في مجموعه من الاعمال الغنائيه، بس انه يسمعوها الناس يشوفوها الناس من خلال الاعمال اللي قدمتها فقط. فانا احترمت رايهم. ايه اوكي. أمل، كنت بتشاركي في مسلسل عباس الأبيض لكن ما تمش، صح أو لا؟ إيه صح. علاش ما تمش؟ لأن في نفس عباس، لما أنا مشيت قلت لك لمصر قدمته كده، في نفس عباس أنا طبعاً تعرفت علي محمد لطفي، ومحمد لطفي كان بيمثل معنا مسلسل بس ما صارش منه، لأن الورق متاعه كان بيبيعوه للإم بي سي، وبعدين ما نعرفش أني روحت وخليتهم. كنت أنا نبي نخدم معاهم في عباس مع يحيى الفخراني، طبعا هذا لأول مرة أني ممكن نقوله. فلما روحت على أساس أني نبي نمشي لليبيا نرجع الملابس اللي أنا مثلت بهم مع في العمل، إحنا بنهزر وبنجيب ملابس ثانية وبنتفق معاهم، خدمت مع حاتم الكور من الأخير، سلسلة من الأخير طبعا، أنا وحاتم الكور دويتو، فما قدرتش نسيب طبعا حاتم وشغل حاتم على المائدة والجو حاتم والمائدة اللي بيه ونرجع. باي أنتم بتأجلوا؟ قالوا لا، نحن موقعين مع القنوات أنها بتشري وكذا مش عارف شيني. فقلت يلا ما فيش نصيب. فأنا للأمانة قلت خلاص، زمان ما صارش معنا هذا من إشارة من رب العالمين، أنا ما يصيرش مثلا أني مش من نصيبي يعني العمل هوا، فقلت يلا كده فرصة تانية. أوكي. أمل، كنت بديري مسلسل سعد راح في حديد مع ميمي جمال وماجد الكدواني وبرضو ما تمش، صح أو لا؟ لأن الشركة المنتجة هي نفسها هذه، معنا أحمد عيد، هو إنتاج أحمد عيد قبل بيكون تاخده من الام بي سي اللي حكيت لك عليه. بعدين لما أنا للأمانة، لأن مصر فيها حاجة كويسة ومش كويسة، فيها تخدمي دير جروب وديري علاقات تفورمي تنجمي، بس لازم تحافظي عليه الكونت بتاعك، هو تزرقي شويه يجوا بعدك تانيين ممكن ينجموا يفوتوك انت، فتبدي ديما وانت تجري تبي تخدمي وتدوري وديما وانت مثلا تكوني موجوده. طبعا مصر تبي استقرار، لازم تكوني موجوده فيها باش تديري اكثر من شغل، لكن تعجي تقدمي حاجه وتروحي وبترجعي، لما ترجعي لليبيا تلقي عندك 600 عمل، فما يصيرش، يصير نوع من الكسول او الخمول، تقعد تقولي يلا توبا نكمل ونمشي. هما ما يرجوش المصريين، لان يكون عندهم عقود مع مسوقين يعني لقنوات ثانيه، فيقول لك شو بتضيف لي هذه، مو انا واخذ عقد وقدره من هذا ومن هذا ومن هذا. اوكي. امل، لو يوفر لها فارس احلامها كل اللي تبيه تبطل فن، صح او لا؟ اي طبعا. وانت لو يوفر لك فارس احلامك تبطلي اعلام ولا لا؟ مسيره 30 او 40 سنه تخليها هيك؟ لا مش نخليها هيك. حلو لما أنا مثلا يتفرجوا علي، زي ما توا حكيت لك مع الراحلة الله يرحمها وردة، لما يتفرجوا مثلا على أعمالي ونضحك الناس حلو، نحس إني يعني مستعد، يعني في في يعني مستعد تعتزلي في أي وقت؟ لا مش في أي وقت. لو وفر لو لك توفر فارس أحلامك؟ إي طبعا لو توفر لي. شو هي الحاجة ترى؟ لا سر. سر. أوكي. أمل نوري، أمل نوري ما عاشتش مع أبوها
ومستحشاتها هلبة صح أو لا؟ إيه طبعاً. توش كنت نحكي له قلت لك لو أبوي حي ما عشتيش مع أبوك؟ كيف ما عشتش مع أبوي؟ عشت مع أبوي كما لو ما عملنا عشت مع الجيران أكيد عشت مع أبوي. لكن أبوي مات في سن مبكر يعني مثلاً أنا نقرأ في صف سادس فهمتي يعني مثلاً أنا معنى أبوي ما عاش معي فترة أنا فنانة فهمتيني ولا؟ بس أبوي ما عاش معي فترة فني هذه فترة نجاحي وشغلي وتعبي في الفن فهمتيني؟ يعني تمنيت أني أنا انكرمة بطريقة حلوة لكن أنا نحس أني كرمتها من خلال الأعمال واحترام الناس ليا. أمل نوري اشتغلت مزينة وقت لما قعدت في الحوش مدة طويلة صح أو لا؟ صح. انت مش هشور لك شعرك. اشتغلت مزينة طبعا لان زي ما قلت لك لما صار عندي نوع من الركود ما فيش اعمال مش بنخدم طبعا ما فيش شيء فانا نحب الالوان فقلت يلا دمني انا نحب الالوان ونحب يعني ندير لمسات وكذا نخدم فخدمت على زباين بسيطه مش هلبة وبعدين ربي فتحها علي رجعت خدمت درت برامج ودرت اعمال وكذا. امل نوري وصلت لمرحله تقدر تقطع برزق اي فنان ولكنها رفضت صح او غلط؟ اي صح لان قطع العناق ولا قطع الارزاق يعني انا ما نقدرش كانت عند يعني عندك السلطه انك انت تقطع برزق اي حد. اي لان في فتره ممكن يجوني مخرجين يجبوني في نصوص يقولوا لي نحطوا مثلا فنانين كذا وكذا 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 وكذا. طبعا انا في حاجه للامانه يعني حتى لا تو موجوده لما بنمثل نقول لهم تعطينيش نص اعطيني من الستاف اللي معايا الممثلين مش التقنيين الفنيين وشوف من اللي معايا تختاري في الكاستنج يعني اسمعي مهم انك انت تخدمي مع ستاف مريح باش انت تبدعي وتنجحي الان انت ناجحه من خلال الستاف اللي معك صح ولا لما يكون عندك نوع من واحدين مكشخين ومديرين مش عارف تحسي ان كان وجهك فيه ماسك فهمتيني لكن لما تخدمي مع ستاف حلو تنجحي وتبدعي وتحسي ان دائما تضحكي وديما تبصري وديما جوك سمح فتحبي تعطي وحتى لما يصفقوا لك انك نجحتي ودرتي شغل حلو تحسي نجاحك عند الاخرين قبل ما يطلع للناس فانا نحب زيتها وما نحبش الكد والحسد والانانيه وذاك لا علاش خذا اكثر مني واسمي ليش مش الامراض هي ما مرات ما يطلعش اسمك ها لكن تطلعي انت تنجمي وفيما سبق انا صارت لي الحركه هي في عمل ما ما حطوش اسمي انا بخبرتي فما زعلتش عرفتي نور للامانه يعني فانا ما زعلتش قلت بالعكس فشوفي النيه هنايا لان انت ممكن قناعتك او ايمانك بربي قوي اني انا مشاهدي اللي انا خدمتها البسيطه جابت اكثر نسبه مشاهده فيما بين اللي كانوا لوك 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 من الصبح لليل النجوم ما مش بكثره الدواء هي لا ما نحكي لك يعني شفتي بالاداء ولا ما لما حد مثلا محسود منك وبيقزمك في موضوع ربي ممكن ينجح طبعا اكيد من حفر حفرة اللي اخيه وقع فيها فهم جيت لعندهم جريئة اما حلعبك توا لعبة ثانية وهي جاوبي او كولي يس أمولة توا يا حتجاوبيني يا حتاكلي وننصحك تجاوبي يعني ننصحك تجاوبي أن الأكل مش مبشر بالخير وصمتها وصل لهنا بس لازم مذيعة تذوق قبل الضيفة لا أبدا أنت ضيفتي أنت الضيف هو ياكل الأول في الأعداد والأعراف والتقاليد الضيف ياكل هو الأول يسأل الله أوكي نبدأ بأول سؤال إن شاء الله جاوبي بصراحة أو تاكلي لما نقول لك تاكلي مش بتاع هيك لا نص كشيك من هذاك او فركات هيك يعني كميه باش تستطعمي صح فنان مصري مشهور جدا تقدم لك وطلب الزواج منك صح مؤخرا ايه صح بس مش حقول لك على اسمه معناها حتاكلي احنا شو بندير بيه صح ولا غلط لا معلش ما انت كان خليتيني بهي كان خليتيني نكمل سؤالي راهو قلت لك بكملي هاي شو اسمه؟ ما بعرف يا قلبي خطبني هيك مع الهوا يعني قدم لك ما بتعرفي اسمه يا أمان؟ ما بعرف يا شو هالحكي؟ تحسين ما بعرف لا. مثلا اسمه يبدأ بحرف الميم بحرف الميم؟ ميبي يا اسمي رينا كملة أنت هاي ميم؟ لا مش حنقول اسمه احتراما لي لجوزته ممكن بيتطلق الراجل كان يقول اسمه مع جبل يروحها عنده صغار ومتزوج يعني حاليا هو تجوز بقى اوكي من اي بلد
من مصر. من مصر. ممثل ولا مغني؟ مغني. مثلتي معاه؟ ما هو ممثل مش مغني. ماما زوز. بالزوز ما شاء الله. ايه. في مطرب وفي الممثل. ممثل. ايه ممثل. في ممثل وفي مطرب. الأمانة يعني. لا اللي كلمك على الإنستغرام. يا سلام. واتساب. مين اللي قال لك كل الحاجات دي؟ عصفورة. أصلاً أنا عندي عصافير كتيرة قوي. أستاذ أيمن أنت مذاكر شكله مذاكر. هو مصري مصري ولا؟ لا لا مصري الأمانة يعني هو مصري نحيي من خلالك بس مش حنقول اسمه. مصري مصري ولا جنسيته مصرية؟ لا لا مصري مصري هو مصري مصري مصري. بتقول اسمه ولا لا؟ لا. توقعت تكوني جريئة الصراحة. إيه جريئة بس مش في خرب البيوت. خلاص تقولي مالها. لا. لا شلني. لا. يلا هاي. لا والله لا. بيضوقي انت الاول ما نقدرش ناكل قبل ضيفي انا مستحيل تحرم علي الماكله هي كلها من على الطاوله والله هي اصلا ريحتها مش مبشره اوكي هذا نحن نعتبره جوكر واعطته لك تمام حبيبتي انت كتر خيرك من امثالك هذا فقط قدام المشاهدين اللي بعده لو مش حتجاوبي عليه حتضطري تاكلي وعد منك كرم هذا وتخليني نكمل سؤالي باهي تمام انت كريمه ونحن نستاهل كارجوكر وخديتي تمت يعني. خلاص اوكي امل نوري نخنب منها من زميله عربيه ليك نخنب منك فلوس مين الزميله هي هي صح حتى هي مش حنقول لك انت هناك ايه نخنبت مني صح مره نخنب مني فلوس خلينا نشوف هو باللون هو ناكل بعيني يستر الله يستر الله هذه أم علي ولا فاطمة هانم ولا أم علي؟ ما بش تعب الكيس حسيتها تتزلفط حسيتها خليها مرة ثانية يلا 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 قلبوا رب هاي قولي شنو؟ أزمتيها إيه؟ أزم مش كان جاوبتي خير طبعاً اللي دوقتي من أي صحن دوقي منها ما عادش تقدري تاخدي منها مرة ثانية لا باك بناخد مرة ثانية نحلاك عسولة هادم اللي دار الصحون مفروض هم ضاقوا قبلي انتي زمتها بكتر لك انا اوريكم انا نحلوتها هي حتجاوبي توا شوفوا تيسر الله عندك مشكلة خيرك من كتر ما هو يشهي قاعد هنا قاعد تخدك زمتها وتفكي منها بقدرة قادر من اللقاء وزمتيها طيب يا نور حسبنا بعد الحلقة حسبنا بعد الحلقة هدت فيها يا ناس أشوفه عندك مشكلة مع ممثلة زميلة ليك ونقدر نعطيك حتى أول حرف من اسمها لو مش لو تبيني نساعدك يعني اللي هي حرف الخاء لا قولي اسمها كتاب لا انت قولي اسمها انا ما نقولهاش انا مش معها مشكله انا ما رايك يعني يعني تقريبيا ما شوف انا بقولك حاجه نور للامانه يعني انا بنقول على اسمها انا كبرت بالموضوع هو اصلا موضوع تافه جدا يعني فديك حناكل بقى ادري قولي لنا الموضوع من غير ذكر الاسم شنو هو الموضوع انا اصلا تؤمني بالله اقسم بالله ومن جمعني بيك والعيش والملح الان كليتها عندكم العيش والملح اللي معبي ما نعرفش فيه بهارات انا بروحي للان مش عارفه اصلا شنو هو الموضوع ما نعرفش ليبيه هي لا مش ليبيه هي هي لا هي ليبيه لا مش ليبيه مجنسه لا ليبيه لا مش ليبيه انا عندي الاسم نعرفه لا هي ليبيه لا مش ليبيه طلعتي طلعتي حتى من اصلها المراه فلسطينيه هي شنو مش ليبيه هي مجنسه هي مش ليبيه يبدأ اسمها بحرف الخاء كانت عندك ضيفة في مصابة ممثلة هي وكانت عندك ضيفة في مصابة
لا ابدا ما جاتكش ضيفه بكون. اوكي لا لا ما عنديش معها مشكله، هي ممكن عندها مرض نفسي ما نعرفش، هي مش انا بس راهو، هي مجاميع يعني قصدي في امراض على المجاميع مش على اللي جت في بالك توا. هي نفسها اللي جت في بالي اللي يبدا اسمها بحرف الخاء وهي ممثله مش حابه تقول اسمها. انا ما عنديش معها مشكله الامانه يعني. هي ممكن فيما سبق كانت تقطع في ارزاق حد مثلا، او مثلا انا يكون مثلا المخرج الفلان مرشحني في عمل فجيت تقول لا فلانه حولها، حركات تاعت عيال صغار. دائما الارزاق عند رب العالمين وليس عند الاشخاص. يعني انا مثلا لما جيتك هنايا في البرنامج انا ربي مثلا سخر لي حسن فرحات كلمني، كلمني جلال، بعدين كلمني وليد، بعدين كلمني استاذ ايمن، يعني شوفي تسخير رب العالمين باش انا كنت موجوده عند حضرتك. يعني هذا رزق اسمه، أنا نعتبره رزق، هذا ربي فتح لي باب رزق معين هنايا بحضور بأي حاجة مهم أني أنا موجودة. يعني عيب ما ينفعش أنك أنت تمشي مثلا تاخدي تشطبي مثلا اسم واحدة وتعطيه لفلانة أو تاخدي أنت من طق لطق، إنما الأعمال بالنيات، فالعمل اللي يعتبر هنقوله اسمها ولا حتاكلي؟ يعني هذا كل اللي حكيته لك ما أترشك مدلك شوية أبدا. قولي اسمها، مش مستاهل موضوع انك تاكلي على خاطرها الصراحه. لا انا هيك نقول وانت حره. انا ما نحبش للامانه، يعني انا ما نحبش التجريح عرفتي، ما نحبش معناها كلي جرحي بطنك توا. جرحت بطني بالطاسه اللي شربتها هذيك. يلا اختاري توا واحده ثانيه. هاي نختار لك انا كنا يطلع انا حنختار لك هذا كنا يطلع لي الصابون مخلط ولا ما عرفش. لا 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 هاي متأكدة بشرط أنت تاكلي بعدي. علاش ناكل أنا؟ ما أنت اخترتي نفس الصحن يا حبيبتي، أنت ضيفتي، أنت اللي تاكلي وتشربي وتستمتعي، يعني علاش ناكل ونشرب؟ مش لازم إن شاء الله نموت هما نكتبها. وبعدين أنا كشخصيتي أنا لو عندي مشكلة مع شخص نسميه ما نضطرش نفسي ناكل هذا كله. لا ما هو شوفي مرات للأمانة يعني ما تستفزينيش يعني، لكن مرات أنت لما بتعطي لحد تكلم عليه ما أنا أعطيتيه أكثر من حجمه أو قدرة، فلذلك تاكلي أحسن. كولي أحسن. نحسيها زي القشطة هي. يلا 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 أنت قدها. واحد اثنين ثلاثة يلا هي هي. نقدر نغير صحن؟ ها؟ يلا يلا خلاص حطيها يلا. ما حنعمل يلا يلا اليوم. يلا في ذا حرف الخاء. معقول النبي انت توديني بهذا؟ لا وانا مدك بخير منه، بس هذه اللعبه وقوانين اللعبه وشو قصدي ليش الصحن يعني هو بالذات؟ يلا مو هيك لقيت اقرب لي. خذوا كلوز علي. ويا نور. اللي بعده، مين الممثل او الممثله اللي تنصحيها ولا تنصحين انه هو يعتزل الفن؟ اعطيني اسم. انا بنعتزل بعد مطافي. هل شنو هذا؟ النبي تضوق عليه خاطر؟ لا مستحيل حتى شوي. يلا من هو الفنان او الفنانه اللي تنصحين انه هو يعتزل او تنصحيها ان هي تعتزل؟ والله اعطيني اسم. شوفي الفنان اللي الان اصبح انه هو لا بدون اسم، حي معناه بتاكلي بتاكلي. تقولي اسم فنان مصري يعني؟ لا 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 ليبي. مين الفنان ليبي؟ فنان او فنانه ليبيه تنصحيهم بالاعتزال، تقول لهم اعتزلوا قامت في حياتكم خير. من قصيره. يس يس تراديسيون. هذه حسيتها مليحه الخلطه، لكن شكلكم حاطين فيها السكر. لكن هيا بقى هيك فين انت عندك القدره انك تاكلي حاجه بش بندير ترفع بطنك ما شاء الله. مش ترفع بطني ما شاء الله، قصدي ما نقدرش نفضح بالناس بنتحمل يعني، لكن كان صارت لي حاجه وانا تعرف الفندق ورقم الغرفه. اوكي امل، شن رايك في الدراما حاليا؟ طبعا خلاص يعني احنا كملنا اللعبه ومعش بنوكلك مش نراه لك كبدك اكثر من ما هي مدروها من المشاكل والاسئله.
من الأسئلة اللي قلتها لك كده يعني ضيقتي شوية وتفكرتي حاجة مش تفكريها. حنطلع منها اللعبة هي وحنسألك شو رأيك في الدراما حاليا في الوقت الحالي؟ هو شوفي مع احترامي للكاتبين قصدي الكتاب للأمانة يعني بعض الكتاب اللي الآن اللي كانوا منسحبين فيما سبق بعدين الآن رجعوا لكن ما رجعوش بالتقل يا نور بتاع قبل للأمانة يعني بدليل إن لما تتفرجي أنت على أي قناة حتلاقيها جايبة الأرشيف الأول مش جايبة الأرشيف الجديد بدليل إن صار إنتاج للأعمال الجديدة والإنتاج ضخم وقدره لكن ما نجحتش الأعمال ممكن كانوا ياخدوا في قصة معينة أو حكاية معينة يخدموا عليها لكن أنا عندي مشكلة مع نور فكوني منها أنا عندي مشكلة مع أمل لا فكوني منها أجيبوا هذيك لا أنا عندي في يوم ما كان في سين من الفنانين عندي مع مشكلة فقالوا لي يا أمل عندك بطولة مطلقة في المسلسل هوا وأجرك حيكون كذا فقلت لهم أوكي من البطولة اللي معاك قالوا لي راجلك فلان يا سلام وأنا عركة وتلك عركة يعني بيني وبينها فقلت لهم خلاص تم لا نختم بس بشرط في البريك ما يجلسش معي ما يكلمنيش لكن في اللوكيشن نعطيكم شن تبوا أقسم بالله علي العظيم مخرج قال لي كان أنا ما نعرفش نقول لا لا هذه كده عند كده تكذب يعني من كتر ما أنت وتم العمل ومثلتي معه إيه ونعرض العمل ونجح وكده وتو بيعودوه تو في ليبيا الوطنية من جديد ومثلته معه والعمل للأمانة طلع حلو كده وبروحه جالس سلم علي رحمة الله عليه وتو واعتذر مني وقال لي سامحيني يعني والله ما قصدي غير ممكن أنت فهمتي بطريقة خاطئة لأنه هو أصلاً غلط فيه وأنا ما غلطتش فيه فسحبت روحي باحترامي باش العيش والملح يكون ما ينزلش يعني سمعت أنك أنت محترفة في اللهجة الصعيدية بيك تعطينا هيك مشهد بعد الهواء هذا كله حلوة هذه يا حليلي ما نعرفش إن شاء الله نجيبوها ممكن نقول يا بوي نعم يا بت يا باي بقول لك يا باي دخلت البهايم يا باي للزريبة زريبة ايش يا بنت بنت ايش يا بوي فين امك يا امي ابوي بيقول لك تعالي دخلي البهايم روحي يا بهيمة للزريبة روحي ممكن ما اعرفش امولة نورتيني اليوم في برنامج وعد شو يا حبيبتي وضحكتك العسل وجميلة وروحك الحلوة ونظيفة سمحة انتي تسلمي وكنتي طبعا يعني متشرفة بك جدا يعني تعتبري قامة من قامات الفن وعمود من عمود الفن الليبي يا حبيبة قلبي انتي نورتيني وانستيني انتي العمود والخيوط والنور وكل شيء حبيبة قلبي تسلمي صحيتي نشكر طبعا الفرقة الموسيقية ونشكر مجوهرات بوحجر على الخرسات الجميلة هذه حلو تستاهلي ترقبونا في حلقة أخرى من برنامج وعد شو مع ضيف متميز وكثير من الضيوف إن شاء الله أنا نور الشيباني تعبانة هلبا اليوم نحبكم هلبا وبيكم نكبر